هلا بالنسبه للالكتريكال كنترول، احنا ايش المحرك اللي اخترناه؟ ايش نوعه؟ اندكشن سكويرل كيج اندكشن موتور. كيف بعكس اتجاه دوران سكويرل كيج اندكشن موتور؟ اني تو فيز. اذا راح يكون عندنا راح يكون في تو كونتاكترز. الكونتاكتر الاولى راح اشبكها بهذا الشكل، هاي عندي كونتاكت تو كونتاكتس، طبعا هو 3 فيز ما راح يكون سنجل فيز، وهاي راح اسميها الكونتاكتر تبعت الاب، وراح اسميها اب كونتاكتر. وبعدين راح اجيب كونتاكتر ثانيه، هذول طبعا ايش هذول الكونتاكتس؟ نورمالي اوبن ولا كلوز؟ اوبن، لانه لما السيستم اوف هم اوبن. لاحظوا هذا عندي ار اس تي، هذا ما راح يرجع على ار، راح يرجع على اس، وهذا من هون راح ينزل من اس يرجع على ار، واخر كونتاكت اللي هو تي راح يرجع تي على تي. اوكي ماشي، واضحه هاي الفكره؟ فلو شغلت الاب كونتاكتر هلا، هاي راح نسميها يعني هذول الثلاثه مشبوكين مع بعض ميكانيكي، وهذول مشبوكين مع بعض. شايفين الخط المقطع ايش بدل الخط المقطع؟ ان هذول الكونتاكت بتحركوا مع بعض. المره الجايه نجيب كونتاكتر، ذكرنا يا عبد الله، نجيب كونتاكتر المره الجايه بتطلع عليها. ما شفتوا كونتاكتر؟ شفتوا كونتاكتر هون؟ انت بتعرف بس. لا في الاوتوميشن اخذناه. في الاوتوميشن اخذتوا الكل، اخذ كونتاكتر شفتوها؟ طيب خلينا نحكي عنها المره الجايه. اذا هي عندي اب، وهلا هون هذه داون. اذا عندي تو كونتاكتر، ايش بصير لو انا شغلت الكونتاكتر الاب والداون مع بعض؟ بصير شورت سيركت، مش هيك؟ طلعوا شو بصير، الار بتدخل من هون وين بتروح؟ على الاس، وهذاك مشغل الاس، فما لازم ادفش التنتين هذول مع بعض ولذلك احنا بنحط الانترلوك، شيء بنسميه ميكانيكال انترلوك، بمنع الكونتاكترز التنتين يشتغلوا، اذا اشتغلت وحده بيطلع منها بن، البن بمنع الثانيه انها تشتغل. اذا هذول اسمهم اب داون. هلا كمان من ناحيه سيفتي ما بصير انه اكون بس كونتاكتر واحده اللي مشغل المحرك، لانه ممكن هاي الكونتاكتر تعلق، فهاي بنسميها وهي بتشتغل سواء كنت بعمل اب او داون. اوكي، وطبعا هون راح يكون في عندك سيركت بريكر. ليش السيركت بريكر؟ عشان تعمل حمايه اوفرلود وشورت سيركت، اذا صار شورت سيركت واوفرلود واشياء زي هيك بنسميها سيركت بريكر. وفيها ثيرمال وفيها ماجنتيك، يعني بتكون بتشتغل على الثيرمال وبتيجي تشتغل على الماجنتيك. الثيرمال بيحمي من الاوفرلود، والثيرمال بيحمي من الشورت سيركت. وهي عندي هون هاي ار اس تي. اوكي ماشي واضح. اذا هون عندي انا سيركت بريكر، السيركت بريكر بدي اختارها بحيث انه تناسب المحرك الريتد، على الاقل بدها تكون الريتد كرنت. طب ستارتنج كرنت اعلى من الريتد كرنت، ايش راح يصير في السيركت بريكر؟ راح تتحمل تتحمل لفتره معينه، يعني بتقدر تعطيني لزمن معين انه يكون اللود اعلى من الكرنت المطلوب. اذا عندي كم كونتاكتر صار؟ ثلاث كونتاكترز لحد الان. هاي راح اشغلها مانيولي بايدي اول ما بشغل السيستم، بنطفيها زي القاطع اللي هون، فيش عندنا قاطع هون، قلنا قاطع بطفي هذا السيستم، فهاي بتكون ثيرمال وماجنتيك. هلا الثلاث كونتاكترز هذول بدنا نشغلهم البي ال سي، مش احنا اتفقنا بدنا نشتغل البي ال سي؟ عندي البي ال سي، وخلينا افترض البي ال سي في الاوتبوت تبعتها 24 فولت دي سي، راح يطلع ثلاثة اوتبوتس. هذول الثلاثة اوتبوتس لمين راح يكونوا؟ واحدة للاب، واحدة للداون، واحدة للكومن. بس انا المشكلة عندي الثلاث كونتاكترز هذول 220 فولت. بنمررهم على ريلي، تمام؟ اوكي، إذا هذول كل واحدة منهم راح أحطها على ريلي 24 فولت، وهي راح أسميها سي، هاي راح أسميها يو، وهاي راح أسميها دي، وهذول الثلاثة راح نشبكهم كلهم على الكومن تبع ال 24 فولت. اوكي ماشي واضح. شو اللي بيصير اذا الان انت بتبرمج، مش انت بتبرمج بالبي ال سي باللذر، بكون في عندك كويل، كويل اسمه، مش في كويل في داخل اللذر لوجيك هيك برمجته، بنسميه سي ويو ودي. اوكي، ولما تقرر بدك تشغله، هلا انت ما بصيرش تشغل يو ودي مع بعض، انترلوكينج جوا بنعمل، انت بتقدر تعمل انترلوكينج باللوجيك، بس هذا ما بمنع الفني ايش يجي يعمل، يجي باصابعه يكبس هاي ويكبس هاي ويصير شورت سيركت. اذا نحن بدنا نعمل حمايه اضافيه هلا بنحكي عنها. اذا انا بين اليو بين الاب والداون، شوفوا شو راح اعمل، راح اعمل شغلتين حمايه. في عندي شيء اسمه ميكانيكال انترلوك. الميكانيكال انترلوك اذا فيزيكلي حد اجى دفش الكونتاكتر الاب، بيطلع منها بين، ميكانيكال بين بيكون في بينهم، هذا بيمنع الثاني انه تدفشه، فحتى لو دفش هو واحده منهم تاني ما بتقدر تدفشها لحد ما تعمل ريليس للاولى، هذا اسمه ميكانيكال انترلوك.
لانه المشكله اذا التنتين اشتغلوا ايش بصير؟ بصير عندنا شورت سيركت. اذا هذه عندي هون اب ودال، الكومن فيش مشكله لو اشتغلت مع اي واحده منهم، مش هيك؟ اصلا لازم تشتغل هي، مش هيك؟ فلازم تشتغل الكومن مع الاب والكومن مع الداون. هلا وجود الكومن بعطيني حمايه اضافيه للجسر، لانه ممكن لسبب معين هاي الكونتاكتر تشتغل وتعلق مكانها. هل ممكن يصير هيك؟ ممكن. اذا عندنا الان، هلا لاحظوا الاب رح تشتغل من اي كونتاكت؟ من هون من اليو، والداون رح تشتغل من الدي، فهذا الدي وهذا اليو. شوفوا ايش رح نعمل كمان. داون رح اخذ كونتاكت من الداون، والاب رح اخذ كونتاكت من الاب. ايش هذا اسمه؟ نورمال كلوزد الكتريكال انترلوك. هذا نورمال كلوزد كونتاكت. شو معناه؟ اذا اشتغلت دي ان ايش بكون الكونتاكت هذا؟ فاتح. واذا فتح هذا بيمنع، هذا اسمه الكتريكال انترلوك. بس هذا ما بيمنع كبستين. مين اللي بيمنع هذول؟ ميكانيكال انترلوك. اذا هذا اسمه الكتريكال انترلوك. هلا هذول راح يجوا عندي من هون، هي 230 فولت دي سي، هذا هون دي سي، وبعدين عندي هون هذا راح اشبكهم مع نيوترال او زيرو، وعندي هون راح يكون نفس الشيء، هذا راح ياخذ من السي. اوكي ماشي، واضح هيك؟ اذا صار عندنا الان راح يشتغل الاب والداون، راح يشتغل يا الاب يا الداون، يعني يا برفع الجسر يا بدي انزله، بيشتغل معاه الكومن من هون. الاب والداون هدول جايين من هون من الريليز. هلا في عندنا شغله مهمه كمان، ممكن الكونتاكتر تمسك وتضلها ماسكه مكانها لخطا معين. يعني ممكن كونتاكتر الاب او الكومن تمسك وتضلها تلزق او يلحم فيها شيء او يصير فيها مشكله معينه. اذا صار هيك رح تضلها الاب اون، هذا طبعا خطر، او تضلها الكومن اون وهذا خطر. فاحنا بنعمل كمان مدخل، هذول هم اوتبوتس. في عندنا انبوتس هون، حتى نعمل ديتكشن لهذا الوضع قبل ما يبدا البي ال سي، راح يفحص الكونديشن تبع هذا والكونديشن تبع هذا والكونديشن تبع هذا، بده يتاكد انه كلهم ايش لازم يكونوا؟ يكونوا طافين كلهم، مزبوط؟ يعني قبل ما ابدا، قبل ما اشغل الجسر، لازم اتاكد انه هذه الكونتاكتر اوف وهاي اوف وهاي اوف. اذا كانت اون شو معناها؟ انها ملزقه ماسكه مكانها. الكل فاهم شو يعني ملزقه؟ شغاله، بس انا مش حاطيها كهرباء، كيف شغاله؟ نعم بلحم لهاي نفسها، بتلحم، بصير فيها خطا معين. يعني انا اللي عمالي بحكي لكم اياه، احنا ما بكفي انه نصمم التصميم العادي، بدنا نصمم وناخذ بعين الاعتبار ايش؟ الاخطاء الممكن اللي ممكن تصير. احد الاخطاء الممكن تصير انه هذه الكونتاكتر تدخل مكانها وتضلها ماسكه في مكانها. فحتى نعمل حمايه من هيك بنعمل تشيك في البدايه. شو بنعمل؟ نفحص، بكون في عندي انبوت من هون جاي مثلا من الكومن، هي 24 فولت دي سي، وهذا جاي سي، وكمان واحد جاي دي ان، وكمان واحد جاي من هون اب، وهدول كلهم 24 فولت وهذا اب. هدول ايش، انبوتس ولا اوتبوتس؟ انبوتس. هدول انبوتس وهدول اوتبوتس. شو بيعمل البرنامج تبعك؟ لازم يعمل البرنامج تبعك قبل ما يبدا. هلا اذا الكونتاكتر طافيه، ايش لازم يكون هذا الكونتاكت؟ اوبن. لا هي طافيه، اوف يعني هي. هذا ايش، نورمالي كلوز ولا اوبن؟ نورمالي كلوز. اذا ايش راح يكون داخل لي؟ سيجنال. اذا اول ما بده يعمل البرنامج شو بده يعمل؟ بده يتاكد انه سي، في سيجنال جاي من سي، في سيجنال جاي من دي ان، وفي سيجنال جاي من يو بي. شو معنى هذا انه سيجنال جاي من الثلاثه؟ انه الثلاثه فيزيكلي وضعهم طافيين، طالعين لبرا. اوكي، معناها انا جاهز اني ابدا. طبعا بدنا نتاكد احنا من اشياء ثانيه، ايش الاشياء الثانيه لازم نتاكد منها قبل ما نبدا نرفع؟ ما في شيء، تمام. اذا ممكن بدي احط هون مثلا انه فيش عندي شيء تحت الجسر وفيش شيء فوق الجسر. اذا هون بده يكون في عندي سنسر يعطيني 24 فولت دي سي، وهذا رح يكون 0 او 1 ديجيتال، وفي كمان انبوت، هذا رح يكون ابف انه فاضي، ما فيش ناس ولا في سيارات، مش هيك؟ طبعا هذا بده دراسه حديثه، مش يعني مش بس احطه هون كونتاكت، لانه هذا ممكن يخرب السنسر. إذا خرب السنسر شو بصير؟ إذا أعطاني قراءة غلط رح تبدأ ترفع الجسر وفي عليه سيارة، إيش ممكن نعمل بهذا السيستم؟ تركب تو سنسرز مثلا، أحد الأشياء ممكن أركب تو سنسرز، أركب تو ألتراسونيك سنسرز. بس أحيانا المشكلة الألتراسونيك سنسرز بيخربوا بنفس الطريقة، شو ممكن أعمل؟
يعني ممكن في مود معين بخلي التنين الالتراسونيك يخربوا. حط اكثر من نوع. تمام، اذا هذا اسمه دايفرسيتي. يعني ممكن احط اقرر احط مثلا انفراريد واحط الالتراسونيك لاني انا بعتبر انه هذا خطر اني ارفع الجسر وفي ناس عليه، مش هيك؟ اذا بحط تو سنسرز، بدخل تو سنسرز ونوعين مختلفين، واحد الالتراسونيك واحد انفراريد مثلا، انا بقدر اعمل، بقدر اشتريهم التنين واحطه، بحط طبعا اكثر من سنسر من كل واحد بحيث انه يغطوا منطقه كبيره بالهاي. ممكن كمان اتاكد انه الجيت اللي نازله، شفتوا الجيت اللي كانت نازله تمنع السيارات انه يجوا، ممكن في اخر الجيت ايش احط؟ ليميت سويتش، مايكرو سويتش او ليميت سويتش، انه الجيت كلوزد، الجيت فولي كلوزد نزلت الهاي. وكمان بدي اتاكد بلو انه في شيء مثلا سفينه او شيء، في شيء تحت، ونفس اللي طبقته فوق بقدر اعمله تحت، احط عدد من الانبوتس. اذا استعمال اكثر من انبوت شو بيساعدني؟ اتغلب على الاخطاء اللي ممكن تصير في الديتكشن او في الهارد. الاوتبوتس اللي بدنا نطلعها كمان غير هدول للتشغيل، بدنا نطلع في عندنا سايرن وفي عندنا ضوء، مش هيك؟ اذا ممكن الاوتبوتس اللي تطلع عندي يطلع شيء سايرن، واذا انا عمالي بفتح او بسكر رح اشغل السايرن، وممكن يكون عندنا كمان لامب ضوء مثلا او ضوء عماله بيشتغل منه. اوكي، سايرن اللي زي الانذار، صفاره انذار، ماشي. اذا هي عندي هدول، هل اخترناهم احنا 24؟ هلا انت كان بامكانك تتخلص من الريلي هذه 230، هل بقدر اجيب اوتبوت 230 فولت من البي ال سي؟ في بعض بي ال سيز بيقدر يعطيني اوتبوت 230، يعني الكونتاكت يقدر يعمل يفصل ويشغل 230 فولت من هون. او ممكن تلاقي انه اذا كان صغير البي ال سي ما يقدرش يعطيني غير 24 فولت، والكويل تبع هدول الكونتاكترز 230 اي سي وهذا 24 دي سي، فاضطريت احط ريلي بينهم. هون حطينا نوع من السيفتي بحيث انه يحمي من الاخطاء اللي ممكن تصير في هذا السيستم. ماشي، ايش كمان ممكن احتاج اعمل بهذا الجسر؟ هذا طبعا الاوتوماتيك مود، هذا اوتوماتيك مود اللي هو بيرفع وبنزل. ممكن كمان انا ادخل كبسات من اليوزر، هو اليوزر يقرر يطلع وينزل. مظبوط؟ يعني ممكن انا اشغله في اوتوماتيك مود، ممكن اشغله في مانوال مود. اوتوماتيك مود شو بيعمل؟ خلص هو انت بتطلب منه انه يرفع الجسر، هلا هو بيبدا يستنى، بيبدا يستنى لهذول كلهم يشتغلوا من هون ويصيروا صحيحين وهو بيطلع. او ممكن تقرر انه يكون اوتوماتيك مانوال مود. ايش يعني مانوال مود؟ يعني مين اللي بتطلع؟ هو اللي على الجسر، هو بتطلع بتاكد انه كل شيء مظبوط وخلص، بغض النظر عن السيجنالز اللي جاي من هون، هو اليوزر بصير يدخل بقول له افتح الجسر ارفعه ونزله. وطبعا الكبسه بدها تكون كونستنت بريشر، يعني ما بده يكبس الكبسه ويروح. مظبوط؟ ليش؟ عشان لو كبسها بالغلط ممكن. تمام، ممكن اول شيء كبسها بالغلط، او ممكن هو طلع شاف فيش ناس، كبس الكبسه وراح يشرب فنجان قهوه ويضل يطلع الجسر. شو بدي اجبره انه يضل عامل؟ يضل كابس الكبسه كونسبريشن، اي لحظه بيرفع هذا بوقف الجسر. اوكي ماشي، هاي كلها افكار كثيره، هاي بتصير عندك الافكار لما تصير تعرف السيستم بشكل اكثر. ممكن للصيانه احنا نحط للصيانه كمان مثلا قطعه عليها كبسات وفيها كيبل، وهذا الكيبل بنحط لانه تبع الصيانه يمكن ينزل تحت الجسر ويبدا يحرك حتى يطلع مثلا من غرفه الماكينات. مزبوط؟ يعني انا اللي بدي احكي لكم اياه انه المود اللي حطيناه هون احنا بسيط جدا، بس في العالم الواقع رح يكون اعقد بكثير من هيك.